مرحبا، حلقة جديدة من أخبار صباح لليوم الخميس 16 آب. رح نعمل جولة بحلقتنا على أسواق العاصمة قبل أيام من عيد الأضحى المبارك. رح نعرف أكثر تفاصيل الأمسية الموسيقية اللي صارت بالبول ديتا وبعود راي على مركز سرطان الأطفال، زيارة لأكبر مكتبة موسيقية بمنزل وليد خويس. أما ضيوفنا لليوم فهن دكتور رامز عزام اختصاصي طب داخلي وأمراض المناعة الذاتية، معه بنحكي عن فوائد ومخاطر الحشيشة بالاستعمالات الطبية، وأيضا نجوى نعماني نائبة رئيس دائرة الإعلام بجمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية، ومعها بنحكي عن نشاطاتهم بعيد الأضحى المبارك. البداية مثل العادة اتصال مباشر من مصلحة الأرصاد الجوية، أستاذ وسام أبو خشفي معنا على الخط. مرحبا. مرحبا، كيفك أستاذ وسام؟ الحمد لله ماشي الحال. تفضل. طقس صيفي معتاد ورطب بسيطر على الحوض الشرقي المتوسط. نعم. طقسنا ليوم الخميس والجمعة ونغائم جزئيا لغائم احيانا، عندنا ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحراره على الساحل، بتبقى دون تعديل بالمناطق الجبليه والداخليه. اوكي. بكره عندنا شويه رياح ناشطه بكره. هلا السبت اخف الغيوم، بيكونوا قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض كمان طفيف درجات الحراره على المرتفعات وبالداخل. اوكي. بتبقى دون تعديل على الساحل كمان مع رياح ناشطه. نعم. بالأرقام درجات الحرارة على الساحل لليوم تتراوح من 21 ل 31 درجة. فوق الجبال من 15 ل 29. نعم. بالأرز من 11 ل 24 وبالبقى من 17 ل 34. يعني ما في شيء تغير بالمبدأ، نفس الطقس عم نعيشه صرنا كل الصيف. ما عم يتغير، حتى درجات الحرارة بترتفع درجتين يعني بترجع تنزل، عم تضل ضمن المعدلات يعني. والغيوم رافقتنا صار لفترة هي ذاتها يعني. اليوم وبكرة في غيوم. نعم. السبت افضل شوي، سبت واحد. اوكي. بالنسبه للهواء جنوبي غربي سرعته بين 15 35 كيلومتر بالساعه. انكشاع جيد على الساحل بسوق محليا على المرتفعات. نعم. رطوبه على الساحل بين 65 و 80%. اوكي، شكرا لك استاذ وسام، اكيد بكره اتصال جديد. هلا رح نروح لعند جوال، وما بعتقد في صحف، صح؟ مرحبا. مزبوط جوال، صباح الخير لك. بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء مثل ما قلت بتحتجب الصحف عن الصدور، ومنبدأ أولى تقاريرنا مع مهرجان أعياد بيروت على واجهة بيروت البحرية. كان الموعد مع الموسيقي ميشيل فاضل وفرقة الجيبسي كينجز يلي قدموا أغاني جمعت بين الموسيقى الغربية والشرقية. تفاصيل. بحفل أشعل أجواء العاصمة وجعل بيروت عيدة لمست فيه الموسيقى حدود السماء، فكانت معزوفات المؤلف الموسيقي ميشيل فاضل المميزة ومزجة مع فرقة الجيبسي كينج هي العنوان اللي جذب حضور من كافة الأعمار وكافة الأزواق. هذا المهرجان صار عنده هوية بيروتية كتير، هوية لبنانية كتير، وعم بحاول أنه يكون برنامجه الفني كتير منوع وكتير بيدمج بين أعطاء مساحة خاصة للفنان اللبناني النجم اللبناني، وبنفس الوقت يكون فيها الكومبينيشن اللبنانية الأجنبية. كثير حبيت الفكرة انه تشوفي ميشيل فاضل مع جيبسي كينج، ما بفتكر حدا عملها قبل مرة. حلو الميكساج وقت اللي ميوزيك تبعيته بفوت مع هوليك، صراحة احسن ما كنت متصور. هيك حفلات بتستقطب كتير جمهور راقي وجمهور بيحب يسمع الجديد، بنفس الوقت ما عم بدأ شيء خفيف، عم بدأ شيء رصين لبناني. صبيعه كتير على البيانو اتفرج عليه، كنت انطره مناطره كتير انرجيتك وكتير عنده باشن هو، وعم بيضق وبيتفاعل مع الجمهور وبيخبر قصص. رائع رائع رائع، لو ما منحبه ما جينا اكيد. يا
معزوفات فاضل الخاصة مثل ليالينا وكازابلانكا ومقطوعات لأغنيات عمالقة الفن أعاد توزيعها على طريقته الخاصة. بحب لما يشارك كتير بحب أسمع الميوزك تبعه. بجنن فنان مبدع وهيك الواحد بيفتخر فيه. بتكون رائعة السهرة معه مشان هيك ما بقى في ولا واحدة. والموسيقى تبعيته بتروق الأعصاب أكيد. بدق بهيك بباسيون. So it touches me. دوخني موسيقته طبعا يعني كتير حلو دقه عزفه كتير كتير حلو. الحلو فيه انه بيرضي كل الاذواق مش الفاضل شيء حلو كثير ونحن ننطر هيك مناسبات بلبنان بتحس حالك انت بي 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 بغير عالم متابعين مع الأجواء الموسيقية لننتقل إلى خشبة مسرح تياترو فيردان مع أمسية غنائية للفنان زياد صحاب وفرقته قدموا خلال مجموعة من أغاني القديمة والجديدة كما رفقهم على المسرح الفنان التشكيلي أحمد السيد من خلال الرسم المباشر تفاصيل أكثر عن هالعرض منتابعه سوا بهالتقرير على خدي إذا بدي في روسي بلحظة بيصير بكل أشياء كتير من الممنوع من المسموع لقيت عذابي ناطر جوابي وقت وليل انسى الموضوع. من بعد إطلالات عديدة على مختلف المسارح اللبنانية ومشاركته بالعديد من المهرجانات اللبنانية والأجنبية أطل اليوم الموسيقي والفنان زياد صحاب من قلب المدينة وتحديداً من مسرح تياترو فيردان مع فرقته الموسيقية ليقدم مجموعة من أغاني القديمة والجديدة مثل الوضع الإقليمي فيلسوف أنا قلبي لما حكى يبو قلبي وحيد وغيرهم بالإضافة لإعادة توزيع أغاني أطفال مثل تيك 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 يم سليمان ماما زمنها جاي وغيرها على طريقة عبد وهاب فريد الأطرش زكي نصيف وغيرهم أغاني أديها بصوته وبصوت الفنانة إليانور جوني. بقدم ألحاني في قصص قديمة صار لي في قصص عن جد صار لي 15 سنة ما غنيتها ونقزت مبارح عم بحط الريبرتوار أنه صار عندي أغاني عمرها 20 سنة مثلا رح غنيها اليوم أنه كبرت وفي قصص انشغلت من أسبوع حتى وانا بعود يدي والكل عاشق لي يا جنة الملكة من فات سأل عندها. هذا أول عمل خاص لإلي بيكون من ألحان زياد وكلمات الشاعر المصري أمين حداد. أول مرة بطلق الأغنية مش استوديو لايف وإن شاء الله يا رب أنا يعني هيك معلقة أمال على هالنوع من الكلام وعلى ألحان زياد اللي نحن شهادتنا مجروحة فيه يعني كيبورد معه وفعليا بعمل نوع من أرينجمنت للقطعة أو إذا بدك فريمين كيف لازم تطلع بالآخر فاليوم اللي عم نقدمه بهالعمل هو ألحانه لزياد بالإضافة
بالإضافة للأغاني الشرقية والطربية اللي أدها زياد سحاب، ميز هالأمسية وجود الرسام أحمد السيد معه على المسرح، فتناغم عود زياد مع ريشة أحمد بعرض غنائي بصري جمع الموسيقى بالرسم الحي التفاعلي والارتجالي مباشرة عن خشبة مسرح تياترو فيردان. الفكرة من وراها أنه التفاعل أو الارتجال اللوني بحسب المزاج الموسيقى رح تعطيني إياه، يعني ما في عندي فكرة شو حتطلع الرسمة أو شو أنا شو جاي أعمل. أنا جاي أرسم بس إن شو بالضبط ما عندي فكرة. الوضع اللي عم مر فيه إنه هلأ مهرجانات كله برات بيروت، لازم ندعم النشاطات عم تصير ببيروت خاصة بتياترو فيردان. الثقافية والفنية رح نذكر بأبرز مواعيد المهرجانات، ورح نبدأ مع مهرجان ليالي كفرعة يلي بيفتتح فعالياته مع الفنانة كارول سميحة ب 24 آب وب 25 آب الفنان فارس كرم. نسمعه. فوق المترو 70 طاقة برديد غبرنا بياتا هالحلوين يا ليتا، فوق المترو 70 طاقة برديد غبرنا بياتا هالحلوين رايت بتاخد الليل عبيت غلغل بقلبي شوي لانه دقيقه العصبيه فوز منا وحده بتحيي من بعدها تقبرني ولا تقبرني بياتها هالحلوين ويا والله قايد جمال طاقة برديد غبرنا كلها رقة ودلال والله قايد جمال كلها رقة ودلال عيونها ذبحة غزال. منتابع وبمناسبة عيد الأضحى أمسية فنية بشمال لبنان بمعرض رشيد كرام الدولي بطرابلس بيستضيفه من خلال الفنان جورج وصوف. موعد هالسهرة مع الفنان جورج وصوف السبت 25 الشهر. رح نتابع مع أخبارنا ومننتقل إلى مهرجانات غسطة، ومثل كل سنة غسطة بتعطينا موعد مع أمسيات فنية منوعة ومميزة. الفنان راغب علامي رح بيكون ضيف مهرجان غسطة ب 24 آب. علمتيني أحب الدنيا علمتيني أحب وانسى معاك هموم الدنيا والمشوار الصعب علمتيني أحب الدنيا علمتيني أحب وانسى معاك هموم الدنيا والمشوار الصعب يسهر قلبي لك علمتيني يسهر قلبي خدي قلبي طاير بهواكي خدي أكتر من القلب خدي قلبي طاير بهواكي خدي أكتر من
على مطرح قلبك ما يكون حبك وروح وقلبي معاي يا بشتاق لعيونك بجنون انا مطرح قلبك ما يكون حبك وروح وقلبي معاي رح نتابع مع أخبارنا ضمن فعاليات مهرجان الكرمة بزحلة دعوة إلى حضور مسرحية رح تحمل عنوان باب الزمان، مسرحية غنائية استعراضية بطولة بريجيت ياغي ومجموعة من الممثلين، موعدها على مدى ليلتين ب 23 و 24 آب 8:30 بالبارك البلدي بزحلة. باب الزمان مسرحية غنائية راقصة بطولة بريجيت ياغي ومجموعة من الفنانين تعرض في البارك البلدي في 23 و 24 آب الساعة 8:30 ضمن مهرجانات الكرم السياحي. تباع البطاقات في أنطوان أونلاين لاتورك سارة وودن بيكري زحلي. منتابع مع أخبارنا و مننتقل إلى مهرجانات أهمج يلي بتفتتح فعالياتها اليوم ب 16 شهر مع الفنان ملحم زين، الجمعة بكرة مع الفنان نصيف زيتون، السبت 18 آب مع راغب علامة، والأحد 19 آب مع الفنان معين شريف. نتابع مع أخبارنا وأيضا ضمن المحطات مهرجانات زحلة الدولية اللي افتتحت فعاليتها امبارح مع الفنان قادم الساهر، رح بيكون في له أمسية تانية الليلة كمان ابتداء من الساعة 9 المساء، وبتختتم الفعاليات ب 17 شهر مع الفنان جيما نوكيا وأبو. نسمع من قادم الساهر. مهرجانات رشيا بتجمع بين الكوميديا والمحطات الموسيقية، أول محطة رح بتكون بختام هذا الشهر 31 آب مع ستاند أب كوميدي رح تجمع فؤاد يمين، جنيد زين الدين وعباس جعفر، وختام المهرجان بواحد أيلول أمسية فنية مع الفنان سعد رمضان. كامل الأوصاف فني العيون السود خدوني من هواه رحت أغني. هيك بنكون عم نختم جولتنا على المحطات الفنية، رح ننتقل عن جوال ونعرف أكثر عن أحوال الطرقات. معنا المشغل إلي لبكي من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير. صباح الخير. صباح الخير. كيفك اليوم؟ الحمد لله. تفضل. نبلش من المدخل الجنوبي، عندنا حركة مرور ناشطة من المدينة الرياضية بتكمل باتجاه جسر الكولا، بلش ضغط السير من جسر الكولا بتكمل باتجاه النفق وصولا إلى الوسط التجاري حركة مرور كثيفة. أما على المدخل الشرقي عم تشهد عندنا حركة مرور ناشطة من الجمهور باتجاه اليرزة بتكمل باتجاه السيات ناشطة وصولا إلى الكارانتينا، حركة مرور ناشطة إلى طبيعية. المكمل من السيات باتجاه جسر العدلية عم تكون كمان حركة مرور ناشطة إلى طبيعية باتجاه الأشرفية. عنا حركة مرور طبيعية على مسديرة العدلية، عنا حركة مرور كثيفة من تقاطع عصقص باتجاه بشارة الخوري، من البربير باتجاه الكورنيش المزرعة عم تكون حركة مرور ناشطة باتجاه عبد الناصر وصولا إلى كورنيش المزرعة. عندنا حركة مرور ناشطة من تقاطع برج الغزال باتجاه تقاطع برج المر، بتصير كثيفة على تقاطع برج المر باتجاه الحمرة. عندنا حركة مرور طبيعية من عين المريسة باتجاه حمام العسكري. أما المدخل الشمالي عم تكون حركة مرور كثيفة من بي الفهود بتكمل باتجاه جل الديب كثيفة، بترجع بترتاح من جل الديب باتجاه نهر الموت حركة مرور ناشطة
بتكمل ناشطة باتجاه الكارانتينا وصولا إلى الصيفة حتى الوسط التجاري حركة مرور ناشطة. أما حوادث السير تسجلت عنا خلال 24 ساعة الماضية 12 حادث للأسف قتيلين و13 جريح. مخالفات السرعة 931 مخالفة. للاستفسار عن أي طريق ممكن الاتصال على 1720 تويتر أتي أمسي لبنان فيسبوك غرفة التحكم المروري. أوكي يعطيك ألف عافية، نحن بكرة بنحكيكم. بريك جديد بحلقتنا ومنرجع. منرجع إذا بعد ثواني منتوقف مع بريك. يلا صباح الخير. علنية لبنان ارتفعت الصلوات بعيد انتقال السيدة العذراء من سيدة حريصة إلى سيدة مغدوشة وسيدة إليج. اللبنانيين كلهم ركعوا وضووا شموع، ويا سيدة لبنان تضرعي لأجلنا. فلا الزيت المقدس ولا المي المصلاية ولا حتى مشحة المرضى عم تنفع مع السياسيين عنا. الناس صلت مسبحة الوردية أكثر من ألف مرة وهن بعدهم على عنادهم، مقعد إلي ونص مقعد لإلك. ومع حالة هالكربجة يلي عالق فيها البلد عن جد صار بدنا عجيبة. وبين سيف مارلياس القاطع ورحمة العذراء انتو نقوا واختاروا. شهر آب غني بالأعياد المباركة، أيام قليلة بتفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والتحضيرات هالسنة انطلقت ولو بخجل. تجار زينوا وجهات محلاتهم بالعروضات والحصومات، فالأزمة المالية معطوفة على البطالة والركود الاقتصادي أثروا على القدرة الشرائية للمواطنين. ولكن بأحلام الصغار ما في مطرح للسياسة، وفرحة العيد ما بتكمل إلا بتياب جداد وعيدية. كاميرا أخبار الصباح قامت بجولة بشوارع العاصمة لرصد الحركة التجارية قبل العيد، وكل التفاصيل مع زميلتنا رويدة الصفدي. عيد الأضحى المبارك أصبح على الأبواب، وللعيد متطلبات ضرورية، فهل بدأت التحضيرات؟ عم نحضر على قدر المستطاع، يعني بتعرفي بالنسبة للوضع الاقتصادي والضيافة، وإذا كان صحلنا هيك دهرة خفيفة ناعمة مصروفة خفيفة منظهر. إيه والله بلشنا ننزل، وخاصة بعد العيد الصغير يعني عيد الفطر، إنه نزلنا على الأسواق لقينا كتير الأسعار كتير يعني إنه مقبولة، يعني الجو العام أنا حاسسته إنه مرتاحة. مسافرين على قبرص على العيد بكرة مسافرين عيد الأضحى، بدنا نكون هونيك. أنا أقولي بحب بيروت، بتسوق على طول من بيروت. بجولة على الأسواق، بعض المحلات مقفلة أو برسم البيع، والبعض الآخر رفع راية الحصومات، ومع ذلك ارتفع صوت التجار بوجه الركود. كلها مظاهر اللي انت شايفتيها، كتلة النادية بين الناس مش موجودة إطلاقاً، الوضع الاقتصادي سيء. أنا تاجر جملي، عم بقول لك بالنسبة للأسواق أنا بعرفهم ثلاث أرباعهم بعرفهم، جاي لعند واحد منهم أسواق عاطلة. عم بيع تحت رأس ماله وما عم نبيع، أجار محل ما عم نقدر نلام، شغل عدم ومعالم ما في، ولا في عيد أصلاً، لحتى بعيد رمضان ولا عيد الأضحى ولا أي ما في شيء. البلد كتير صار غالية، في التزامات، في مدفوعات كتير، أجارات، في أولاد بالمدارس، في ما عم نلحق أبداً. هلأ بلشنا نحس بالعيد، لا هو دائما بيجي العيد الصغير الحمد لله، يعني بيجي قوي أكتر من العيد الكبير، بس هلا موسم سهرات يعني اعراس خطبه هيك، يعني المناسبات عم تكون بالصيفيه. ماني حاسه في عيد. ليه؟ الوضع كله على بعض الضغط. روحي يا عمي منك شايفه، وعلى البنك ما حد حبيبه نشف في البنك كمان. رؤى
رغم بطء العجلة الاقتصادية وحركة الأسواق التجارية، إلا أنه بيبقى للعيد خصوصية. بتحس عيد الفطر أكيد غير، لأنه أكيد غير الأجواء يعني. بس الحمد لله قد ما كان الواحد لازم الواحد يفرح قلب أولاده وكل شيء وكذا. في فرحة بالقلب تبقى غريبة فعلا، ومنروح منزور الأهل بصيدا. يعني غالبا نحن منقضيه بالضيعة، والتحضير بيكون بالضيعة مع القرايب، بيجتمعوا عنا متغدى سوا. العيد هو من جوا بس. اللبناني بضل معه المسار. منتابع حلقتنا بهالتقرير. قمنا بزيارة إلى منزل وليد خويس صاحب أكبر مكتبة موسيقية عربية. معه رح نتعرف على ذاكرة ثقافية من خلال أسطوانات القديمة لكبار الفنانين مثل أم كلثوم، أسمهان، فريد الأطرش، بالإضافة لمقتنيات نادرة من كاميرات وموسوعات موسيقية. خلينا نعمل جولة بهالتقرير. يعني في عندهم الفونوغراف القديم، الديسكات اللي كانوا على الحجر على ايام ام كلثوم واسمهان. فعلا فخر لنا انه كان عندنا مكتبه موسيقيه مثلها بلبنان. مثل ما بيعملوا ساعه موسيقى، مثل ما بيعملوا ساعه رياضه، يعملوا ساعه وساعتين زياره لهيك اماكن. كيف بدنا نسقف اولادنا بوجود التواصل الاجتماعي؟ هيدا عم بيخترب، الاجيال كلها عم تخترب. بدأ رحلته بالغوص بعالم الموسيقى العربية منذ 28 سنة ليكون أول لبناني صاحب أكبر مكتبة موسيقية عربية بالعالم العربي. هو وليد خويس لحول منزله بمدينة شويفات إلى متحف موسيقي، ووحدة الصدفة قادته إلى هواية جمع كل ما هو قديم ونادر، ليصبح المنزل مرجع لتاريخ الموسيقى العربية ومرصد لجميع مراحلها. رحت على المسرح القومي الروسي اسمع كلاسيكيات لباخو بيتهوفن وتشايكوفسكي. فوجئت انه رابع معزوفه كانت يا زهره في خيالي لفريد الاطرش. بكيت انه انا عربي بسمع بموسكو وفريد الاطرش والحان عربيه. قررت اني اعمل مكتبه موسيقيه بال 86 بالسراج والفتيل مثل ما بيقولوا بالعربي ده، بس لانه المواطنين اللبنانيين بالاخص ساعدوني كثير. اللي عنده راديو قديم على تدخيتي، اللي عنده فونوغراف، اللي عنده كان يجي يهديني اياهم. لما نشوف تطلب قطع من اول آلة حاسبة، اول فونوغراف، اول سينما، اول راديو، اول تي في، شو بتطلبي؟ شو بتطلبي؟ عم تشوفي بعينك. يعني في قطع عمرها 300 سنة. هاي قطعة كانوا يعرضوا عليها الصور قديما، خلفيات للمسارح. هاي كانت تشتغل على الشمعة، وفي منه كان يشتغل على ضوء اللمبة القديم. هاي دي سينما 16 مليمتر كوداك. هاي دي كانت تستخدم هالنوع شركة ناسا لتعرض الأبحاث اللي بتعملها والأبحاث اللي بتسويها. هاي دي تايب رايتر، اندكس تايب رايتر. هاي دي تايب رايتر كانوا يخدوها معهم وين ما يروحوا، وبتشتغل بهالطريقة. أي حرف بتقلب عليه تبرم القطع القلق وبتطبعي طبعا. فتخيلي أداي كان بدها وقت الرسالة. هي رحلة بعالم الموسيقى والسينما والتصوير، وعملية بحث لتاريخ قطع غمر النسيان وموجات التكنولوجيا المتسارعة. وبحضور سفير تونس جلنا أرجاء المنزل لتحول إلى متحف لأقدم المقتنيات من أجهزة الفونوغراف والراديو والتلفزيونات القديمة، لتكون أبواب هالمنزل مشرعة أمام محبي الموسيقى العربية. انبهرت انبهار حقيقة، يعني
انبهار واعجاب شديد جدا حقيقه، لاني اعتبر ان في كهف علي بابا للفن وللابداع والقطع النادره جدا، كاميرات والات التسجيل، يعني من اول ما بلشوا يخترعوها بكل العالم عندهم قطعه منها. المكتب الموسيقي هناك من ابتداء الموسيقى الكلاسيكيه العالميه للموسيقى العربيه، مثلا تلاميذ جامعات يمكن بيتمنوا يجوا يقصدوا المحل ويشوفوا، بس انت شايفه انه ضيق المطرح. نحن عم نطلب من دوائر الدوله، الدوائر الرسميه والوزارات المعنيه وخاصه وزاره الثقافه، انه تعطي الصرح، تعطي المتحف والمكتبه الاهميه اللازمه في سبيل تطويره وفي سبيل انه يكون محجي لكل من يحب الموسيقى العربيه. بين يلي مع ويلي ضد تشريع الحشيشة بلبنان، نحن موضوعنا طبي، شو فوائده وشو مدار الحشيشة؟ رح نحكي أكثر مع دكتور رامز عزام، اختصاصي طب داخلي وأمراض المناعة الذاتية. أهلا وسهلا فيك دكتور. ميرسي، أهلا فيك دكتور. قبل ما بلش أحكي طب وما طب وما بعرف شو، قديش فينا عن جد نستعمل الحشيشة كمواد طبية بتفيد الجسم؟ هي يعني لا بلشت طب، روقي شوي، رجعت غيرت. لا روقي شوي، روقي، ما خلي يعمل انترودكشن. اول شيء تعال نقول للعالم ليش عم نحكي عن هالموضوع، انه لانه عم ينحكى فيه كثير مؤخرا، يعني انه في تشريع الحشيش، في استخدامات طبيه، في اشخاص بيستعملوه للكيف، يعني هي بتسمى سيجار في الكيف. هلا انه ايه هذا اللي عم بسال عنه انا، للكيف هي يعني مش مشرعه بالبلدان، يعني بلبنان مثلا، بس ممكن تكون مشرعه باوروبا مثل بامستردام او ببلاد امريكا او بكندا. اوكي، بلبنان يعني عم تندرس للاستعمال الطبي. هلا هي عم تندرس للاستعمال الطبي، بس هي اذا للكيف مضره؟ للكيف مضره لانه اكيد في لها اثار جانبيه، يعني منها اهم شيء مشكله الذاكره، يعني ممكن الاشخاص يصيروا ينسوا، كمان ممكن تعود الشخص على الكسل، على يصير خمول، ممكن يصير بطل له الجلد، يعني بتخفف شوي. طيب شو فوائدها؟ فوائدها في لها فوائد كثير طبيه، يعني اذا استعملت طبيا لها فوائد كثير. صح، بس اذا استعملت بشكل شخصي، بشكل شخصي يعني اجمالا في اشخاص ممكن بيستعملوها ليصيروا يتخيلوا اكثر قصص، مثل يصير ايماجيناسيون كرياتيفيتي. اوكي، بس هي مشرعه بكثير بلدان، يعني ما بعرف قد ايه، يعني قد ايه مدى تاثيرها السلبي على الصحه. هي بالبلدان المشرع فيها استخدام طبي، كل شخص بنوصف له ماده الحشيشه اللي هي فيها تي اتش سي بيتابع عن كسب، لانه في كثير اشخاص ممكن يفوتوا بالادمان، لانه هي الماده طريق للادمان. صح، لانه بتعلي بالدماغ ماده الدوبامين اللي هي هرمون السعاده، يعني بصيروا الاشخاص بدهم بيطلبوا هذا الشيء وبيتعودوا عليه. طيب يعني باختصار، انت مع او ضد تشريع الحشيشه؟ انا صراحه هي اجمالا كطب يعني انه في لها فوائد، بس ما بتستعمل ك يعني اول دواء، يعني اذا شخص عنده حاله معينه. شو هي الحالات؟ حالات. لا قبل شو هي الحالات، قبل ما فوت بموضوع الطبي رح اسال عن جد موضوع، قديش برايك هيدا خارج عن اطار الطب، قد ايه برايك اذا تشرعت بتعطي مجال للعالم اكثر، خصوصي اللي عندهم توندانس او صح. هيك ميول انه يستعملوها، قد ايه بتعطيهم هيك راحه انه يابا تشرعت؟ في دراسات انعملت برا وقتها تشرعت الماده زاد الاستعمال، يعني صارت مثل موجوده، ممكن واحد تنوصف له مثلا لميجران، وجع راس، يكون مثلا رفيقه عنده يجربها معه، يروح عند طبيب يقول له انا كمان راسي عم يجعني مثلا، يعني زاد الاستعمال، وهيدا الشيء يعني كمان ممكن اكيد ياثر سلبا يعني على. اوكي تفضل. طيب طبيا. كنا عم نسال، ها مثلا انا الذاكره بلشت تنضرب سالت كنا عم نسال قديش عن جد فوائدها منيحه صحيا، مشان الحالات يلي الحالات مضبوط. اوكي، اجمالا استعملت يعني طبيا بعد فشل الادويه الكلاسيكيه، يعني في حالات اكيد بيكون في لها علاج معين، اذا فشلوا
ساعتها ممكن. شو هن الحالات؟ يعني مثلا درسوها بالاشخاص اللي عندهم كانسر وبياخذوا شيميوثيرابي، عندهم سرطان بياخذوا مواد كيماويه، بيعملوا كثير بيعملوا جلسات قصدك؟ صح، جلسات علاج كيماوي، وكثير بيعملوا اوقات لعيان نفسه استفراغ. صح، واكتشفوا انه عند هول الاشخاص عملوا دراسات وتبين انه بتخفف العيان نفس، يعني مش بس بتخفف الاوجاع او بتنسيك الوجع. صح، تخفف العيان نفس. في مثلا بال هي الماده وقت تفوت على الجسم ممكن يستقبلوها كل خلايا الجسم، وبكل عضو في لها تاثير معين، مثل مثلا بالعين اجمالا هي بتفتح شرايين العين فبتصير شخص عيونه حمر. مزبوط، بيدخن مشان هيك بيقفروه انه بيقولوا هذا عيونه حمر، يعني عم بيتعاطى حشيشه يعني. بنفس الوقت وقت يفتحوا شرايين العين بخف ضغط العين، يعني ممكن تستعمل بالمي السوداء اللي هي ارتفاع بضغط العين. اوكي، حالات غير اذا شخص عنده انقطاع بالشهيه، اذا في شيء مرض مزمن مثل السيدا اذا ما بيضعفوا كثير ببطلوا ياكلوا ما في شهيه، هي الماده التي اتش سي يعني الموجوده تفتح الشهيه، تفتح شيء بصير ياكلوا ما بتناسبني. ما بتناسبني ابدا. بتناسب اكيد الاشخاص اللي ما عندهم شهيه. اوكي، في حالات الصرع بتضل مثل كل شيء، يعني في لها فوائد وفي لها سلبيات. اهلا وسهلا فيك دكتور رامز عزام، اخصائي طب داخلي وامراض المناعه الذاتيه. اهلا وسهلا. رح نتابع حلقتنا لننتقل لأمسية جامعة الموسيقى مع الهدف الإنساني. ثلاث فرق موسيقية شبابية اجتمعوا بحفل موسيقي لدعم مركز سرطان الأطفال، وهالنشاط من تنظيم جمعية Exchange for a Change. تقرير بيلقى الضوء. For the Little Warriors and the Big Survivors هو كان العنوان يلي اختاروه ثلاث فرق موسيقية شبابية، Gravity Band، أليسار أند راشال وحنان حلواني. اجتمعوا سوا وقرروا من خلال الموسيقى تقديم رسالة إنسانية. نعرف قد إيه إنه المرض عم يتفشى، وعم نجرب قد ما فينا كل واحد بالموهبة يمكن تبعيته يلاقي شي فكرة أو أيديا تقدر تساعد بحيالة طريقة. كتير مهم نجي as musicians على هيك إيفانت وندعم هيك هول العالم كلياتهم، يعني اي حدا نحن عندنا مسؤوليه تجاه مجتمعنا. بنضل عم نفتش على طرق شوي مختلفه انه اعطونا لنساعد، ما لا سو وي جيف نعطي شيء للناس وهول الناس بيكونوا عم بيساعدوا وعم بينبسطوا بنفس الوقت ونحن بنكون عم نبسط كمان الاولاد. رساله بدها توصل للكل، سو بعتقد احسن طريقه واكثر شيء بيجمع العالم از ذا ميوزك. بجست صغير مثلا مثل بهيدا الايفنت، كونسرت كثير صغير بيدفع اماونت كثير صغير بيقدروا يساعدوا كميه كثير كبيره من العالم. هالعشا الخيري عاد ريعوا إلى مركز سرطان الأطفال، وهو بمبادرة شبابية وفردية لكنها بتحمل تأثير اجتماعي مهم. لازم يكون في دعم عن جد للكانسر ريسيرش قد ما بنقدر كرمال عن جد نشوف ريزلتس أكتر، ويعني ما بقى نسمع بوفاة من وراء الكونسرت. جايين من برا عشا وسمعنا بهالكونسرت وجينا ندعم قضية إنسانية. سمعت عنه ولقضية إنسانية و I came here to support. حتى لو أوقات بقصص صغيرة نقدر نحن نساعدهم لحتى هن يرجعوا يكفوا علاجهم. كثير مهم انه واحد يساهم، بالنهايه مرض واحد بيعرف عنه كثير قصص. بهالطريقه واحد بيقدر يدعم اشخاص عم يتعذبوا كثير بحياتهم، عم بيسرق محلات في حياه مسدود. عم نساعد وعم ندعم يمكن هلا ماديا بس هي معنويا كمان كثير مهمه. My dad is a survivor of cancer so اكيد الكوز كثير بتعني لي واكيد بحب شجعه.
وقفة تترك أثرا هو عنوان بدأ بشهر رمضان المبارك ورح يكملوا أيضا جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية بشهر بعيد الأضحى المبارك. رح نحكي أكثر عن هالعنوان مع ضيفتنا لليوم نجوى نعمانة نائبة رئيسة دائرة الإعلام بجمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. صباح الخير. خير لكم لكل المشاهدين. يعني نفس العنوان بدأتوه بشهر رمضان وهلأ رح تستكملوا. صحيح. شو تفاصيل هالمشروع؟ هلا وقفة تترك أثرا كعادتها جمعية الإرشاد والإصلاح إنه كل سنة هي بتطلع شعار بالمناسبات الفطر والأضحى وذكرى المولد، فنحن كان عنا شعار السنة وقفة تترك أثرا. هلا لابد الإنسان بحياته فيه كتير وقفات، نحن هلا رح نحكي إجمالا بمناسبة الأضحى عن ثلاث وقفات مهمين، وقفة إيمانية، وقفة الخير، وقفة الفرح. بالنسبة للوقفة الإيمانية هي الحج، هذا هو موسم الحج هلا عيد الأضحى المبارك، فحتى بالحج بحد ذاته في وقفات كتير، هي مثل وقفة التلبية لبيك اللهم لبيك، الطواف والسعي والإحرام، إنه الناس كلياتهم بيكونوا بيشتغل الإنسان على باطن وأكثر من الظاهر لأنه صار اللباس موحد، الوقوف بعرفة اللي هو التوبة، يعني فينا نقول الإنسان بينزل من عرفة إن شاء الله ذنوبه غفرت وبيكفي بالطواف والسعي وال الحلق والتقصير لحتى يخرج من هذه الوقفات كلياتها كيوم ولدته أمه نقيا طاهرة من الذنوب. فبهالإطار جمعية الإرشاد وإصلاح كمان عنا حملة السلطان محمد الفاتح اللي كل سنة حوالي بين 100 و150 شخص بيروحوا معنا على الحج بخدمة مميزة 5 نجوم، يعني بنحاول نقدم لنا أي كل وسائل الراحة ليأدوا المناسك بطريقة كتير حلوة وبراحة كبيرة، يعني هني يتفرغوا للعبادة ونحن بنهتم بالأمور التانية كلياتها. نعم. الوقفة التانية نحن عنا وقفة خير اللي هي تتمثل ببرنامج الأضاحي اللي جمعية الإرشاد والإصلاح مركز عليه، وصار إن عمرنا 33 سنة تقريبا عم نشتغل بهالمجال، فمجرد ما نقول 33 سنة يعني صار في عنا تراكم للخبرات بهالموضوع من ناحية التنظيم والإعداد، تحضير المسلخ اللي يكون بطريقة صحية. كم عائلة تقريبا نحن في الأضاحي؟ نحن منوزع 12,000 حصة بكل مراكز الجمعية بلبنان، يعني احنا عنا بفترة العيد؟ يس اي نعم، فعنا بمركزنا ببيروت وعرمون طرابلس عكار بعلبك عرسال الفاكهة، في عنا كمان بكفر شوبة حديثا. هل أشخاص أنتو كيف بتوصلوا لهم؟ هن بدقوا بابكم أنتو بتعملوا داتا؟ شو هو البرنامج الأضاحي أو بالأحرى التعريف عنه؟ نحن كجمعية إرشاد وإصلاح بننفذ هالبرامج هالبرنامج بناء على طلب المضحين. بيجي حيلا شخص بيقول أنا بدي ضحي، يعني عم بيوكلنا أنه نحن نستلم على عملية الذبح، هو بياخد الحصص أو بتركنا نحن لنوزع. فلأنه هي من السنة ثلث تقسيم الأضحية، ثلث للمضحي وثلث بوزعه على أقاربه وثلث للمحتاجين. فنحن أنه هون عم نتولى عملية الذبح والتوزيع، هو بيجي بياخد حصصه وهو بحب يمكن يوزع لأهله لمعارفه. أيوة للمحتاجين. الحصص اللي بترك لكم إياها أيوة أنتم بتهتموا بتوزيعها. نحن بنهتم بتوزيعها، قد تكون هدايا أو كمان للمحتاجين. فكمجموع نحن تقريبا عم نوزع 12,000 حصة بكل مناسبة، يعني بقول لك كيف تطور عملنا، بلشنا بال 84 كنا 17 خروف نذبح، هلا صرنا 2500 تقريبا. اوكي، هيدا وقفة الأضاحي. بعدين نعم وقفة هذا كوقفة الخير، كمان في عنا توزيع كسوة العيد وهدايا العيد للمحتاجين، لأنه نحن عم نحاول يعني كونه عيد لحتى الناس كلياتها تفرح، يعني كلياتهم عم يفرحوا صار في عندهم عم ياخذوا حصص اللحوم، وهي كمان فرحة العيد بالثياب. وهون بحب نوه انه جمعية الإرشاد والإصلاح بتوزع لحم خلال السنة كلياتها من خلال لحوم النذور والصدقات، يعني لا تقتصر بس على الأضحى، انما مثل ما بيقول المشروع الكبير هو هلا بالأضحى. اوكي. الوقفة الثالثة هي وقفة الفرح، يعني انت وقت اللي بتقولي عيد بتدغري بتخيل او بالاحرى بتبادر لذهنك الفرح، نحن عم نحاول نفرح كل الناس من خلال السنة عاملين مهرجانين ببيروت وبيعرمون. ببيروت عنا المهرجان حيكون ب وسط بيروت رفيق حريري بارك مقابل الاوتيل الفور سيزون، أرض كتير كبيرة فيها كتير ألعاب إكستريم سبورتس، ألعاب نفخ، ألعاب كيرمس. وليه عم نشوف هلأ من السنين الماضية؟ نعم صحيح. نفس المطرح؟ لا، السنة الماضية كان بأسواق بيروت، السنة على الواجهة البحرية. أوكي. رح يكون ألعاب كتير متنوعة وبياخدوا فينا هدايا، يعني في عنا كمان عروض مسرحية لميني ستوديو،
كل سنة بيشاركوا معنا في فقرات تفاعلية أسئلة وأجوبة، الأولاد بيربحوا هدايا، فكتير حلو. هذا المهرجان حيكون أول وثاني وثالث يوم العيد من الخمسة بعد الظهر للساعة 10 لكل العائلة. يعني كمان في عنا فود كورتس، يعني يجي الأهل مع أولادهم في محل يقعدوا هني يتسلوا، زوايا متعددة حيكون في هيك شوية زوايا عروضات. وعنا كمان مهرجان بعرمون بمركز الجمعية شارع الحسن، مركز الحسن بعرمون، مهرجان كمان كتير وألعاب كتير متنوعة مشابه لبيروت. في هذا المهرجان قديش بيستمر؟ كم ثاني وثاني وثالث ورابع يوم العيد، يعني ثلاثة أربع خميس، أربع خميس جمعة، تاني وتالت ورابع، أوكي. من الساعة 3 للساعة 10 بالليل. كمان في عروض مسرحية من الساعة 4 للساعة 6 ومن 7 للتسعة. في زاوية معرض بالونات هيليوم طبع على الماجز والبلوز، وكمان بياخدوا هدايا مع ألعاب الكيرمس، يعني مع كل الألعاب اللي عم يكون في عندهم هدايا، وعلى بطاقات الألعاب في سحب اللي هو هدايا عينية مثلا أو دراجات هوائية وأشياء كثير متنوعة. والهدف يمكن أنه تتوجهوا للأولاد لحتى يتعودوا على الاحتفال بالعيد من هن وصغار. أحياء سنة العيد نحن، أحياء سنة الفرح بالأعياد، ونحن بهالمجال بنحاول ندخل فرح لكل قلوب كل الأولاد. يعني مثلا في عنا نستقبل الأولاد الأيتام يعني بدون أي بطاقات دخول، يعني نحن مندخلهم لأن بدنا العيد يكون الفرح للكل، يشمل كل أياتهم. فعنا حوالي 1500 طفل نحن بنستقبلهم اللي عندهم أوضاع خاصة يعني، ولحتى يفرحوا معنا. كثير منيح سيدة نجوى نعمان، نحن أول شيء بنعيدكم، نشكر حضوركم، يعطيكم ألف عافية. نحن بنستقبل الأضاحي اللي بيحب يضحي. هلا نحن من هلا لثالث يوم العيد بنضل مستقبلينهم، وعلى رقم التليفون 01-30-40-25. أهلا وسهلا فيك نجوى نعمان، نائبة رئيسة دائرة الإعلام بجمعية الإرشاد والإصلاح الخيري الإسلامية. بنعاد عليكم، أهلا وسهلا فيك. رح نتابع حلقتنا وننتقل إلى مهرجانات بيت الدين مع عرض سيركوبوليس. الفرقة الكندية قدمت عرض موجه لمختلف الأعمار، تضمن رقص، موسيقى، ألعاب خفة وحركات أكروباتية ضمن قالب مسرحي. تقرير. أكثر من ست سنوات تألف عرض سيركوبوليس لفرقة إلوييز، ومن وقتها لليوم وهو عم بجول عواصم العالمية وصولاً إلى لبنان. 11 فنان على المسرح ما بين موسيقيين رائسين ومحترفي ألعاب بهلوانية وعروض أكروباتية على أنواعها، ختموا فعاليات مهرجانات بيت الدين الدولي لصيف 2018 من بعد ما كان له الجمهور اللبناني موعد مع برنامج منوع مثل زياد الرحباني، كارلا بروني، كاظم الساهر وغيرهم. فبالسحر الموسيقى الشعر والجمال اختتم المهرجان أمسيته الفنية العريقة. L'idée générale du spectacle c'est de montrer que même dans la vie de tous les jours on peut trouver un moyen de s'amuser, de s'épanouir, profiter de la vie et ne pas rester monotone dans un travail qui ne nous plaît pas ou dans une situation qui ne nous plaît pas. So here playing outdoors we have nature to work with, humidity, we have but it's the most beautiful, beautiful setting to play, and we're really excited to play here. C'est un rendez-vous obligé. C'est d'abord le lieu est splendide, et puis le programme est toujours excellent, grâce à Norod Jomblat et à toute l'équipe qui y travaille. Voilà. طبعاً مهرجانات بيت الدين مهرجانات تاريخية وعريقة ومهرجانات تعطي صورة كتير حلوة عن لبنان. ومحطة لنا كتير مهمة بالنسبة للرفاهية والتسلية والثقافة. أنا كتير بحب أحضر سيرك والمهرجانات. سيركوبوليس غير مفهوم السيرك التقليدي، فمزج العروض الفنية والبصرية بين بعضها، ارتكز على حركة الفنانين والعروض البصرية خلفهم لخلق عرض مزج الشعر، الموسيقى والخيال ليحكي عن الحب، الشغف والأحلام اللي ممكن أنها تتحقق بإطار ساحر ليالي مهرجانات بيت الدين الدولية اللي أغلقت أبواب السنة لتفتحهم السنة المقبلة مع برنامج جديد. الكل اللي ما إجا السنة بلكي سنة جاي بلحق وبيجي وبتفرج، بنصح يجي من الصبح كمان ليتمتع بطبيعة الجبل، شوف محل ما المنطقة الحلوة.
J'ai trouvé un peu d'espoir en voyant tes yeux briller dans le noir. De te voir surgir de l'ombre. شيء لبنان بيفتخر فيه أكيد لأنه فيها كتير تنظيم من السياحة والثقافة وبيجمعوا الناس ببعضها وبينموا الاجتماع. شيء كتير حلو بس أنا عارف إنه اللبنانية بقلبهم حصرة مش عم يزبطوا، لازم يكون كل لبنان هيك. لبنان حلو، لبنان حيضلوا عايش ولازم أهله يقدروا هيك نشاطات حتى كل العالم يرجع لبنان لقلقة الشرق. إذا أنا فيني كون مبسوط ببيت الدين رح كون مبسوط بحياتي. متابعين معكم وأكثر من نصف قرن والشعارات نفسها ومع كل عدوان جديد، وقف إطلاق نار واتفاق هدنة ويا ناس عدوا. غارات جوية ترافقت مع صمت دولة وأقليمة ما غير عادته. عدوان غزة تزامن مع الذكرى العاشرة على رحيل شاعر الانتفاضة محمود درويش. وتكريما لذكراه أطلقت الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم كرسي الشاعر محمود درويش خلال احتفال بقصر اليونسكو. بكل هالمأساة منردد مع محمود درويش سلاما على كل من مر على جرحي ولم يلقي التحية. تقرير لزميلتنا مريم الحاج. سقط القناع والله غمس باسمك البحري أسبوع الولادة واستراح إلى الأبد. كن أنت، كن حتى يكون. لا لا أحد يا خالقي في هذه الساعات من عدم تجلى. لعل لي ربا لأعبده، لعل علمتني الأسماء، لولا هذه الدول اللقيطة لم تكن بيروت ثكلى. عندما سئل محمود درويش هل تحب بيروت قال: لم أنتبه فنادرا ما تحتاج إلى التأكد من أنك في بيروت، لأنك موجود فيها بلا دليل وهي موجودة فيك بلا برهان. عقد من الزمن مضى على غياب الشاعر الفلسطيني محمود درويش، وحضور العالم والعربي واللبناني والبيروتي يتجدد ويتفاعل مع مرور السنوات. فكانت المبادرة من المدينة اللي عشقها شاعر الأرض أي الاحتفال بذكرى غيابه العاشرة وإطلاق ما يسمى كرسي محمود درويش للأدب والشعر. مبادرة هذه، مبادرة الكرسي، هو مثل ما حكينا هو تعبير رمزي في الجامعات. على صعيد الجامعات العربية للحقيقة تأخر مثل هذا العمل، وهناك مبادرة على صعيد العالمي قامت فيها جامعة بروكسل لإطلاق كرسي محمود درويش. فجامعة MUBS أخذت هذه المبادرة لأنه حق علينا أنه نفي محمود درويش كل هذا العطاء وهذا الزخم لأعطاه لأجيالنا. أظن أنه محمود درويش ألهم شباب الفلسطيني والشباب العربي أيضا، ولذلك أن يكون له كرسي أكاديمي في أحد الجامعات اللبنانية هو شيء مميز ويلهم إن شاء الله الأجيال القادمة على متابعة المسيرة. محمود درويش والذي تكرمه بيروت اليوم بعد 10 سنوات على غيابه، صحيح أنه غاب جسدا ولكنه بقي حاضرا في أذهان وعقول ليس فقط بيروت ولكن كل العرب. أحيي إلى خبز أمي وقهوتي ولمسة أمي. حفل إطلاق كرسي الشاعر محمود درويش جرى بقصر اليونسكو ببيروت برعاية وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري وبدعوة من الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم.
وقد أشرفت لجنة متخصصة على إطلاق الكرسي ومتابعته بالضم نخبة من أهل الفكر. الحفل يلي تخللوا كلمات ألقيت بهالمناسبة اختتم مع الفنانة سمر كموج بأجمل ما تغنى من قصائد محمود درويش. بعتقد محمود أعاد للشعر كثير من وهجه اللي خبى، أكد على مصداقيته. كل اللي كانوا يقولوا أنه محمود طلع على رافع أيديولوجية وعلى المقدس الفلسطيني، يعني بيّن قولهم قديش هاش، لأنه 10 سنين من غياب محمود ما زادوا إلا حضور في هذه الأرض وترسخ بذاكرتنا. ولذلك نحن اليوم لنقول له لمحمود شكرا على كل شيء عملته. دينا شاعر رائع، إنه عشرات الدواوين، 8 كتب، أفكار كتير مهمة وعميقة، يعني مش من الشعراء العاديين. وهو دخل الحداثة على الشعر العربي، هيدي ما بدنا ننسى، دخل الرمزية. محمود درويش عبر عن ألمه، عن سخطه، عن غضبه، وعن ثورته العارمة، وعن إيمانه بالقضية. لذلك نحن نعتبر أنه خلد القضية بشعره، وأيضا القضية خلدت شعر محمود درويش. كيف أكتب فوق السحاب وصية أهلي وأهلي يتركون الزمان كما يتركون معاطفهم في البيوت، وأهلي كلما شيدوا قلعة هدموها لكي يرفعوا فوقها خيمة للحنين إلى أول الناس. محمود درويش كان يقول بأنه بالشعر نستطيع أن نسترد المفقودات من وطن وعائلة وتراب، وهو بالفعل استطاع أنه يسترجع باللغة كل الأشياء اللي فقدناها. لذلك واجب على كل وطن عربي أن يقتدي بمحمود درويش ويضع نتاجه المعرفي أمام الطلاب والمجتمع. هذا الهواء الرطب لي واسمي، وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي، أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي. أنا لست لي، أنا لست لي. نحن منكون وصلنا مع التقرير لختام حلقتنا، وبيبقى بس الأخبار الرياضية. بكرة أكيد حلقة جديدة بتمام الساعة 7:30، كونوا على الموعد. باي. أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تحذير أخير إلى نيجيريا وغانا بإمكانية تعرضهم لإيقاف النشاط الكروي وعلى مستوى الدولي هذا الشهر بسبب التدخل الحكومي في عمل اتحاد اللعب المحلي. وقال الفيفا أن الاتحاد النيجيري يجب أن تتم إدارته عن طريق الرئيس المنتخب في 2014 وباقي أعضاء اللجنة التنفيذية. وأضاف الفيفا ببيان قرر مجلس الفيفا بأنه بحلول التنين 20 أب أغسطس 2018 الساعة 12 بتوقيت وسط أوروبا، لو لم تعد إدارة الاتحاد النيجيري لكرة القدم إلى اللجنة التنفيذية الشرعية للاتحاد النيجيري تحت قيادة الرئيس أماجو ميلفين بينك، فأن الاتحاد النيجيري سيتعرض للإيقاف بشكل فوري. وتابع سيتم رفع الإيقاف فقط عندما يؤكد الاتحاد النيجيري تحت قيادة الرئيس أماجو ميلفين بينك والأمين العام محمد سانوسي أنه بات يسيطر مجددا على الاتحاد النيجيري ومقره. وأكد الفيفا أنه أي عقوبة لن تؤثر على منتخب نيجيريا الذي يشارك حاليا في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة في فرنسا، لأن المسابقة انطلقت بالفعل. وستتعرض غانا لإيقاف هذا الشهر إذا لم يتم سحب دعوى قضائية ضد حل اتحاد الكرة المحلي. وقال الفيفا أن الطلب المقدم من النائب العام إلى المحكمة العليا لبدء عملية حل الاتحاد الغاني لكرة القدم يعد تدخلا في عمل الاتحاد، وهو ما يتعارض مع لوائح الفيفا. وأضاف أن مجلس الفيفا قرر أنه إذا لم يتم سحب طلب حل الاتحاد الغاني قبل يوم الاثنين 27 أب أغسطس الحالي الساعة 12 بتوقيت وسط أوروبا سيتعرض الاتحاد للإيقاف فورا. وتابع الإيقاف سيتم رفعه فقط بعد سحب الطلب المذكور سابقا وحصول الفيفا على دليل كتابي على ذلك.
انطلقت منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عبر مباريات الدور الأول والتي جمعت أبرزها بين أستون فيلا وبويفول، وكانت صحيفة مرر عم تستعرض بمناسبة قرب الانطلاق للبطولة أبرز المتغيرات اللي طرأت عليها هذا الموسم على الشكل التالي: أولا إلغاء الشوطين الإضافيين، حيث يأمل المسؤولون من خلال هذه الخطوة تجنيب لاعبي الفرق المشاركة الإرهاق وتشجيع الفرق على إشراك تشكيلات قوية من خلال الاحتكام لركلات الترجيح مباشرة فور انتهاء الزمن الأصلي للمباراة. العودة إلى نظام ABAB في الموسم الماضي، لجأ المسؤولين لاستعانة بنظام ركلات الترجيح الجديد ABBA في كأس الرابطة، والذي ينص على أن يسدد الفريق صاحب ركلتين ركلتين متتاليتين قبل ما يقوم خصمه بتسديد ركلتين أيضا، وهو نظام يقال أنه أربك المشجعين ليتم اللجوء مجددا للنظام القديم واللي هو ركلة بركلة. إلغاء التصنيف، في السابق عمد المسؤولون إلى تصنيف فرق الدوريين الأول والثاني إلى قسمين قبل إجراء القرعة، وهو تم إلغاء هذا الموسم رغم الاحتفاظ بنظام التصنيف على اعتبار شمالي وجنوبي. التخلي عن الفيديو، حيث تمت الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد للتحكيم في دور نصف النهائي والمباراة النهائية الموسم الماضي، لكن الموسم الحالي سيشهد غياب تام لهذه التقنية. وأيضا فصل البطاقات الصفراء، قبل الموسم الحالي كان يتم حرمان كل لاعب يحصل على 5 بطاقات صفراء بكافة مسابقات الموسم من اللعب في المباراة المقبل بالدوري، وتم استثناء مباريات كأس الرابطة من هذه القاعدة في الموسم الجديد.